بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بالجميع. إلى هذه الفقرة مع كتاب بيليغي كومبخوندر، ونستأنف مع ما رأيناه فيما سبق، لابلاج. جو لابلاج. On a déjà vu qu'il s'agit d'un texte composé de plusieurs questions. Pour l'instant, terminons avec ce paragraphe. Comme nous voyons, les plaisirs de la mer. إذن نأخذ هذه الفقرة الصغيرة كما نلاحظ، les plaisirs de la mer. إذن عندنا هاد السؤال، on a cette question que peuvent faire les enfants au bord de la mer. ماذا يستطيع فعله؟ ولكن هنا عندنا ماذا يستطيع فعل، شنو يقدروا يديروا؟ que peuvent faire les enfants، ماذا يستطيع فعله الأطفال au bord de la mer، على جانب البحر أو على شاطئ البحر. هنا tout d'abord le verbe pouvoir. Après, on a le verbe faire, le verbe pouvoir conjugué au présent. On dit je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Que peuvent faire les enfants? إذا ماذا يستطيع فعل الأطفال؟ ماذا يستطيع فعله الأطفال au bord de la mer? La réponse est ils peuvent se promener à pied le long de la mer. Ils peuvent, par exemple, se promener à pied le long de la mer. إذن ils peuvent يمكنهم se promener أن يتنزهوا à pied على الرجل. ممكن أنهم يسيرون على أرجلهم متنزهين le long de la mer طول البحر المقصود على طول الشاطئ. Ils peuvent se promener à pied le long de la mer. ممكن يكون عندنا هذا الجواب. Ou bien ils peuvent jouer au ballon sur le sable. إذا دائما نجيب عن هذا السؤال que peuvent faire les enfants au bord de la mer. ماذا يستطيع فعل الأطفال على شاطئ البحر؟ إذا ils peuvent par exemple ils peuvent aussi jouer au ballon sur le sable. إذا يمكنهم أيضا أن يلعبوا البالون أو الكرة sur le sable على الرمل أو على الرمال. Ou bien aussi ils peuvent plonger dans l'eau. Ils peuvent plonger dans l'eau. يمكنهم أن يغمسوا أو ينغمسوا dans l'eau في الماء. Ils peuvent toujours on a ils peuvent plonger dans l'eau. ممكن أنهم يغطسوا أو ينغمسوا dans l'eau في الماء. Ou bien ils peuvent nager. Ils peuvent tout simplement nager. يمكنهم أن يسبحوا. Ou bien s'allonger. Ou bien ils peuvent s'allonger sur le sable après le bain. يمكنهم أن يتمددوا إن صح التعبير. Ils peuvent s'allonger. يمكنهم أن يتمددوا. طبعا أحيانا نتكلم على الverb allonger. يعني أنت تمدد شيئا. تمدد مثلا قماشا، تمدد حبلا، تمدد لباسا، تمدد فراشا إلى غير ذلك. إذا نتكلم على الverb allonger. نتكلم هنا على الverb allonger. ولكن هنا نتكلم على الverb se allonger. إذا نتكلم على الverb s'allonger. Ils peuvent aussi s'allonger sur le sable après le bain. يمكنهم أيضا أن يتمددوا sur le sable على الرمل après le bain. بعد الاستحمام يعني بعد أن يسبحوا. aussi ils peuvent rouler à bicyclette avec leurs camarades. يمكنهم أن يسيروا بالدراجات. ممكن أنهم رولي يمكنهم أنهم يسيروا. طبعا نتكلم هنا عن السير على العجلة. ils peuvent aussi rouler à bicyclette. ممكن أنهم يمشون على الدراجة avec leurs camarades مع أصدقائهم أو كما عندنا هنا مع رفقائهم. ils peuvent aussi se lever tard. ils peuvent aussi se lever tard. ou bien pêcher à la ligne. pêcher à la ligne c'est-à-dire que les enfants peuvent aussi pêcher à la ligne. إذا الأطفال أيضا يمكنهم أن يصطادوا à la ligne طبعا بالصنارة. بالصنارة لا
نتكلم عن الخيط لالين. إذن البوسي باش لالين يمكنهم أيضا أن يصطادوا كما نقول هنا بالسطر أو بالخط لالين. طبعا نتكلم هنا عن ذلك الخيط الذي يربط السنارة بالقصبة، إذن يمكنهم أيضا أن يصطادوا بالسنارة أو بغماسي دي كوكياج، ستادير كو لي زونفون بو سي غماسي دي كوكياج. إذا الأطفال يمكنهم أيضا أن يجمعوا غماسي، أن يجمعوا دي كوكياج قواقع. لي زونفون سي بو مونجي أو بلانير، إذا الأطفال أيضا يمكنهم أن يأكلوا أون بلانير في الهواء الطلق، في الهواء الطلق بلانير. يمكنهم كما رأينا فيما سبق أن يخرجوا المائدة إلى الفضاء. نو باسون أو تيكست سويفون انتيتولي لو ستيلو دو ريمي، إذا نمر إلى النص الموالي الذي عنوانه لو ستيلو دو ريمي. روغادي لا سور ليماج، فوالا سي لو ستيلو دو ريمي، لو ستيلو دو ريمي، إذا نتكلم عن قلم ريمي. أفون دونطامي سو تيكست، إذا قبل بداية هاد النص لو برونسيمو، إذا نأخذ الكلمات. On a le stylo, voilà c'est le stylo. Après on a le tiroir, voilà c'est le tiroir. Et dans le cas de cette semaine, le tiroir, voilà c'est le tiroir. Comment on a dit d'arrache, il s'agit de dire, mais le chizana, le tiroir, le tiroir, voilà c'est le tiroir. La bouteille, il est écrit mal canina, la bouteille, travailler, amila. ومن لو طرافاي يعني العمل، إذا لو فيرب طرافاي فعل عاملة، عندنا ديس، ديس عشرة، تكتب ديكس، إذا هاد إكس تقرأ كأس، ديس، وعندما تكون متبوعة بكلمة أنها لا تنطق أصلا، نقول مثلا ديزالاف، نقول مثلا ديستيلو، أو نقول مثلا دي كيلو، عشرة كيلوغرامات، ثم عندنا إيميرفيي. كما نقول مندهشا. طبعا لو فيرب إيميرفيي فعل أدهشة، ولكن كما تلاحظ هنا عندنا البارتيسيباسي، كما تلاحظ هنا عندنا لو بارتيسيباسي ديال الفعل. ثم عندنا شاكا كل واحد، شاكا ساسيي، إذا كل واحد يجلس، طبعا ساسيي هذا لو فيرب ساسواغ، إذا لو فيرب ساسواغ فعل جلسة. ثم عندنا لو ميبخي، لو ميبخي كما نقول احتقار، لو ميبخي. ثم عندنا مالور، دي غوت طومب، دي غوت طومب، إذا نتكلم عن قطرات تسقط. ثم عندنا لو طابليي، لو طابليي، إذا نتكلم عن الوزرة. لو ني، فوالا سي لو ني، إذا نتكلم عن الأنف. إي بيان، إي بيان، كما نقول جيد، إي جيد، إي جيد. ثم تي نيتواغا، تي نيتواغا، طبعا أنت، أنت ستنظف. هنا تنتكلمو على لو فيرب نيتويي، ولكن مصرف في لو فيتور سامبل. تي نيتواغا، أنت ستنظف أو أنت ستنظفين. ثم عندنا مالوغ، 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 لو مالوغ. لو برونو لو تيكست، دون لو تيغواغ دان بلاكار، روغادي لا. Dans le tiroir d'un placard, dans le tiroir d'un placard, fouad le kabeta, dit le wahad le khizana, Rémi a trouvé un stylo, et dans Rémi, il n'a wajada kalaman, c'est un vieux stylo, il n'a ou kalamon kadim, qui ne marche plus, elle l'a dit la miroudi amel, Rémi ne le sait pas, Rémi l'a miakouni arifo, marfouch rama khaddamch, il a bien envie. D'écrire avec un stylo. Comme son papa. Et dans le week-end à Dorraba, l'yak tu abi kalam, mit l'aida. Comme son papa, mit l'abi. Wakan yandor abaho, yak tu bi mit l'aida kalam. Et dans le week-end, an yak tu bi mit l'abi, bi kalam il kahada. Rémi s'en va en cachette dans le bureau de son père. Et dans Rémi an ou dahaba, khoufiatan, ila, maktabi abi, trouve une bouteille d'encre. Et remplit le stylo. وجد قنينة من المداد. Et remplit le stylo. ثم
ملأ القلم، عمر القلم ديالو. طبعا نتحدث هنا عن فترة كان القلم فيها يملأ بالمداد، ليس كما هو الحال اليوم أننا نشتري قلما مملوءا من البداية. إذا كما قلنا دوناتيغ وادان بلاكار، إذا نتكلم عن درج من خزانة ما، دون لو تيغوار دان بلاكار رمي اتخوفي. إذا نتكلم هنا على الغير تخوفي، هنا سي لو غير تخوفي ديال وجد كونجيكي أو باسي كومبوزي. إذا هو مصرف في لو باسي كومبوزي كما تلاحظوا، عندنا هنا لو بارتيسيباسي دو فيرب تخوفي كونجيكي افيك لوكسيليير افوار أو بريزون. كما قلنا بأن لو فيرب افوار أو بريزون ماذا نقول؟ نقول جي تيا إل أ، هاد أ هي اللي عندنا هنا، إل أ أو بيان غيمي أ. إل أ نوزافون فوزافي إيزون. إذا كما قلنا فيما سبق بأن هاد أفوار ممكن يأتي بعده اسم فيفيد الملكية، نقول مثلا غيمي أ، غيمي أ إن بيسيكليت، إذا غيمي عنده دراجة، غيمي أ إن بيسيكليت، غيمي عنده دراجة. إذا هاد أ ديال أفوار تفيد الملكية. في حالتنا هنا أفوار غير متبوع باسم حتى يفيد الملكية، بل هو متبوع بفعل، وبدرجة أدق هو متبوع بلو بارتيسيباسي دان فيرب. إذا هو متبوع بلو بارتيسيباسي ديال واحد الفعل، الحالة اللي عندنا هنا هو متبوع بلو بارتيسيباسي دو فيرب تخوفي. إذا هو متبوع بلو بارتيسيباسي الخاص بفعل تخوفي، فعل وجد. إذا طبعا كما قلنا فيما سبق بأن كل فعل إلا وعنده لو بارتيسيباسي الخاص به، أي فعل عنده لو بارتيسيباسي الخاص به. مثلا اللي خدينا لو فيرب بوفوار كما عندنا هنا، كما تنشوفو عندنا هنا الأزمنة البسيطة بحال مثلا لو بريزون كما تنشوفو هنا، تيتصرف الفعل بوحدو كما تنشوفو هنا، عندو لا تيرمينيزون الخاصة به على حساب كل فعل. بحال دابا لو فيرب بوفوار غنلقاو عندو في البريزون جو بو، جو بو تي بو إل بو، لو بوفون فو بوفي إل بوف، إلى غير ذلك. ثم عندنا لامبارفي، هذا ستانتون سامبل، هو أيضا زمن بسيط ولكن عندو لا تيرمينيزون الخاصة به كما تلاحظو، جو بوفي تي بوفي إل بوفي، لو بوفيون فو بوفي إل بوفي. il pouvait. ثم عندنا لو باسي سامبل كما تلاحظوا ايضا، عندنا جو بي تي بي il بي، ثم نو بيم بو بيت il بير. ثم عندنا لو فيتور سامبل، سي ان اوتر طون سامبل، اذا نتكلم عن زمن اخر بسيط. ثم في المقابل ديالها عندنا لي طون كومبوزي، شوف هنا عندنا لو طون كومبوزي، عندنا لي طون كومبوزي، عندنا لو باسي كومبوزي كما تلاحظوا هنا، كما تنشوفوا عندنا افوار هو مصرف في البريزون، ثم بعد منه لو بارتيسيباسي الخاص بفعل بوفوار اللي هو بي، وهاد لو بارتيسيباسي هو اللي تنستعملوه في هاد الازمنه المركبه. بحال دابا لو باسي كومبوزي هو زمان مركب، تناخذوا لوكسيليير في البريزون مثلا، تناخذوا افوار بحال اللي عندنا هنا، او ممكن يكون عندنا في حالات اخرى لوكسيليير اتر، ثم نتبعه لو بارتيسيباسي. طبعا هنا افوار في حالتنا، في حالتنا مثلا افوار صرفنا في البريزون عطانا لو باسي كومبوزي، بعد ما زدنا عليه هاد لو بارتيسيباسي. مثلا الى انتقلنا لو بليسكو بارفي، اذا انتقلنا الى لو بليسكو بارفي، طبعا هاد افوار صرفناه في لامبارفي، هاد افوار هذا صرفناه في لامبارفي، شنو زدنا عليه؟ نفس هاد لو بارتيسيباسي، نفس هاد لو بارتيسيباسي كما تلاحظو، بي لا بي. الفرق هو هاد لوكسيليير افواغ تصرف لامبارفي، هنا لوكسيليير افواغ تصرف في البريزون. هنا مثلا، هنا مثلا في لو باسي اونتيريور عندنا لوكسيليير افواغ تصرف في لو باسي سامبل، ثم زدنا عليه نفس هاد لو بارتيسيباسي. ثم عندنا مثلا في لو فيتور اونتيريور اللي صرفنا في لو فيتور سامبل هو لوكسيليير افوار.
هو لوكسيليغ افواغ. طبعا بالنسبة للأفعال اللي تتصرف مع إتر، ممكن يكون عندنا هنا مثلا لوكسيليغ إتر هو اللي غيكون في لو فيتور سامبل، ثم نضيف عليه لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل مرة تصرفه. طبعا هاد الأزمنة اللي عندنا هنا هي اللي هي سامبل أو ديك لي كومبوزي، يعني تنتكلمو على البسيطة والمركبة، هادو كلهم تيدخلو في الانديكاتيف كما تنشوفو هنا الانديكاتيف. ثم من بعد منها غندخلو مثلا واحد المود آخر اللي هو لو سبجونكتيف، حتى هو نفس الشكل، فيه الأزمنة البسيطة وفيه الأزمنة المركبة، ودائما تنحافظو على هاد لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل بي، ديما نفس هاد لو بارتيسيباسي تيتردد نفسو. ثم الى مشينا لواحد المود اخر اللي هو لو كونديسيونيل، غنلقاو فيه البريزون ثم غنلقاو فيه الباسي بنوعيه كما تلاحظوا. وفي هاد الازمنه المركبه ديال لو كونديسيونيل طبعا غنلقاو دائما هاد لو بارتيسيباسي ديال الفعل ديما حاضر نفسو. كل فعل عنده لو بارتيسيباسي الخاص به. الى مشينا مثلا لامبيغاتيف، كاين الافعال اللي موجوده كاين افعال اخرى غير موجوده بحال اللي عندنا هنا، طبعا على حساب الازمنه طبعا. ثم اذا اخذنا افعال اخرى مثلا لو فاي بروندر مثلا، نفس الشكل نفس الامر طبعا. لو فاي بروندر عنده بري، عنده لو بارتيسيباسي الخاص به اللي هو بري. طبعا هاد بري نفسها غنلقاوها في جميع الازمنه المركبه، جميع الازمنه المركبه غنلقاو هاد بري. اللي غيتغير طبعا هو هاد لوكسيليه، هاد لوكسيليه هاد المساعد. طبعا كما قلنا فيما سبق بان اغلب الافعال انها تتصرف في الازمنه المركبه تتصرف مع افواغ، اما في الازمنه البسيطه فالفعل بوحدو هو اللي تيتصرف، لا هادوك اللي تيتصرفوا مع اتر ولا هادوك اللي تيتصرفوا مع افواغ، الفعل بوحدو اللي تيتصرف. الى خدينا مثلا لو فاب بارتيغ كما تنشوفوا هنا، هذا فعل تيتصرف مع اتر، ها هو كما تنشوفوا، ولكن لو بارتيسيباسي ديما نفسه هو اللي حاضر. اذا في لو باسي كومبوزي هذا زمان مركب كما قلنا، تناخذوا اتر في البريزون، اذا مشينا قلبنا على اتر في البريزون غنلقاو جو سوي، تي الى نصون وزات السون. ثم نضيف له لو بارتيسيباسي ديال الفعل الخاص بفعل بارتيغ مثلا عندنا هنا. ثم في البلوس كو بارفي كما تلاحظوا عندنا لامبارفي تتصرف فيه الفعل بوحدو، ثم البلوس كو بارفي كما تلاحظوا هنا عندنا اتر في لامبارفي، ثم نضيف له لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل. ثم في لو باسي سامبل طبعا عندنا الفعل مصرف بوحدو عنده لا تيرمينيزون خاصه به، ثم في لو باسي اونتيريور تناخذو اتر هو اللي تنصرفوه. في لو باسي سامبل تنصرفو فد الزمن المقابل، تنصرفو فد الزمن المقابل شنو؟ تنصرفو لوكسيليير هو اللي كيتصرف هنا فد الزمن، ثم نضيف له لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل. نفس الشيء هنا لو فيتور سامبل اللي تيتصرف هنا في لو فيتور سامبل هو لوكسيليير، ثم نضيف له لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل اللي هو دائما بارتي. غير هو في لي طون كومبوزي فهاد الأزمنة المركبة ملي تنصرفوه مع إتر بحال لو فيرب بحال لو فيرب بارتيغ تيتصرف طبعا مع لوكسيليغ إتر. هنا فهاد الحالة خاصنا نردو بال، خاصنا نردو البال هاد النهايات، لأن إلا كان عندنا جمع تنزيدو إس، وإلا تكلمنا هنا مثلا على المؤنث إذا قلت مثلا جو في بارتي أنني مثلا انطلقت، إذا كنت مؤنثا سأضيف أ، تو في بارتي إذا تكلمت عن بنت مثلا سأضيف أ. كما نقول بطريقة تلقائية نتكلم عن المذكر هنا، إذا قلنا مثلا نو في بارتي نحن انطلقنا وكنا نتكلم عن الإناث، في هذه الحالة نضيف أ إس، نضيف أ إس. علاش؟ لأن هذا لو بارتيسيباسي أو بالأحرى الفعل أنا مصرف مع إتر، مصرفش مع أفواغ، كون كان أفواغ تيبقى نفس لو بارتيسيباسي كما رأينا في الأفعال اللي عطيناها كمثال. أما عندما يصرف فعل، أما عندما يصرف الفعل
مع اتر مع لوكسيليغ اتر هنا يختلف الامر. خاصنا نردو بال المؤنث، ردوا بال التأنيث، ثم ردوا البال الجمع. اذا كما قلنا دون تيغوار دان بلاكار غيمي اتروبي ان ستيلو، اذا فواحد القابطه ديال واحد الخزانه غيمي اتروبي ان ستيلو، اذا غيمي انه وجد قلما. سيت ان فيو ستيلو اذا نتكلم عن قلم قديم. كما نقول هنا قلم مسن، نقول احيانا ان فيو هوم، اذا نتكلم عن رجل مسن. كي نو مارش بلو ما عندناش هنا كي نو مارش با، الذي لا يسير دابا لو غير مارشي يعني فعل تمشى، ولكن القلم لا يتمشى، هنا المقصود بانه يعمل. اذا كي نو مارش بلو الذي لم يعد يعمل، الذي لم يعد يعمل، عندنا هنا بلو. اما اذا قلنا مثلا كي نو مارش با المقصود بانه من الاصل لا يعمل، كما نقول بانه لا يتمشى او لا يسير، ولكن هنا سير القلم هو عمله. سيت ان فيو ستيلو كي نو مارش بلو، اذا نتكلم عن انه قلم قديم كي نو مارش بلو الذي لم يعد يعمل. غيمي نو سي با، غيمي نو لو سي با، غيمي لا يعرفه. طبعا هنا عندنا لو غير سافوار، عندنا هنا لو غير سافوار فعل عرف، ومن مثلا لو سافوار المعرفة، ومن مثلا لو سافوار المعرفة. غيمي نو لو سي با، غيمي لا يعرفه، لا يعرف بأن هذا القلم لا يعمل. كما قلنا هنا عندنا لو غير سافوار كونجوي أو بريزون، نقول جو سي، تو سي، إيل سي، نو سافون، فو سافي، إيل ساف. إذا طبعا إلا مشينا حتى زدنا هاد لا نيغاسيون ماذا سنقول؟ جو نو لو سي با، أنا لا أعرفه. Tu ne le sais pas. أنت لا تعرفه. Il ne le sait pas. كما عندنا هنا. Rémi ne le sait pas. إذن Rémi لا يعرفه. ثم nous ne le savons pas. نحن لا نعرفه. ثم vous ne le savez pas. أنتم لا تعرفه. ثم ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Il ne le savent pas. إذن هم لا يعرفونه. إذا أردنا طبعا أن نصرف هذا الفعل مع لا نيغاسيون، مع هاد النفي. ثم إلى بيا أونفي ديكخيغ أفيك أن ستيلو، إلى بيا أونفي ديكخيغ أفيك أن ستيلو. إذن هو عنده رغبة. طبعا لونفي الرغبة، وممكن تعني أيضا الحسد على حسب استعمال ديال الكلمة. إلى بيا أونفي، إذن هو بشكل جيد كما نقول اونفي، عنده رغبه. اذا هو عنده رغبه كبيره كما نقول هنا ديكخيغ، بان يكتب، دو ايكخيغ. اذا بنفس الطريقه كما ذكرنا فيما سبق، عندنا او مع او مع اون فويال، طبعا غنحذفوا الاولى غنديروا ابوستروف. الى بيان اونفي ديكخيغ، الى بيان اونفي ديكخيغ، الى بيان اونفي ديكخيغ. اذا هو عنده رغبه كبيره ليكتب avec un stylo، بقلم، بقلم كهذا طبعا، avec un stylo، بقلم ما، بقلم ما، كما نقول بقلم كهذا، comme son papa، comme son papa، مثل أبيه. إذا هو يريد أن يكتب مثل أبيه بقلم كهذا. Rémi s'en va en cachette dans le bureau de son père. Rémi s'en va en cachette dans le bureau de son père. إذا غيمي سون فا، طبعا هنا تنتكلمو على لو فيرب سونالي، لو فيرب سونالي، كما نقول بأنه ترك مكانا وذهب في اتجاه ما. إذا غيمي أنه ذهب أون كاشيت، أون كاشيت خفية، كما نقول هنا بالتخفي، ذهب بالتخفي. دون لو بيغو دو سون بيغ، كما نقول في مكتب أبي، المقصود أنه ذهب إلى مكتب أبي. Trouve une bouteille. Trouve une bouteille d'encre et remplis le stylo. إذن وجد، المقصود هنا غيمي trouve une bouteille. إذا غيمي أن وجد، هنا عندنا لو فيرب trouver conjugué au présent، هنا عندنا غيمي أنه يجد، المقصود بأن وجد. Une bouteille d'encre، أن وجد قنينة مداد
et remplit le stylo. طبعا هنا عندنا لو فيغ رومبليغ. On a le verbe remplir conjugué au présent. إذن ثم ملأ et remplit le stylo. ثم ملأ القلم. طبعا في الفقرات القادمة سنرى عندما ملأ غيمي هذا القلم ماذا حصل له. إذن نتابع في الفقرات القادمة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.